أنا الطالب مرهف بن عامر الرحبي المقيد بالصف الثاني عشر من مدرسة المتنبي للتعليم الأساسي. اشتركت في هذه الدورة لمدة أسبوعين المقامة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة. هذه الدورة هي عبارة عن دورة أساسيات التبريد والتكييف وأساسيات توصيلات الكهربائية. فأنا أتقدم بالشكر الجزيل لشركة عمان إفكو ومعهد التدريب الوطني على هذه الجهود المبذولة. فهذه الدورة تعزز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وأيضا تعزز روح التنافس والعمل الجماعي بين الطلاب.